طاحونة اليدوية أركو اليوم إن شاء الله بتكون مراجعة نهائية. الفترة الماضية كانت تجارب وتعرف على الطاحونة، شوف أداء الطاحونة، مواصفاتها، عيوبها، ميزاتها. التجارب اللي مرت على الطاحونة عدة طحنات، ناعم جدا، طبعا أتكلم من ناحية الإسبرسو، ناعم جدا، ترطيب طويل، 9 بار للمقطرة الفي 60 والإيروبرس، مرت على اللي هو الماطور اللي يجي معها وجربتها بالطريقة اليدوية وخلاص، يعني الطاحونة تبينت معي إن شاء الله. قبل أبدأ في الشرح فيه نقطة مهمة ودي أنبه عليها قبل أبدأ. السؤال اللي دائما يتكرر، وش الأفضل، الأركو ولا الكوماندانتي ولا الوانزبريسو ولا أي طاحونة في السوق؟ أنا ما صورت عشان أقول هذه أفضل ولا هذه أسوأ ولا هذه متوسطة ولا لا، أنا عندي الطاحونة هذه مجرد أعطيت مواصفات، ممكن أني أقول هذه تتميز كذا وهذه تتميز كذا وهذه لقيت فيها العيب الفلاني وهذه ما لقيت فيها وهكذا، لكن أبدي رأي أقول هذه أفضل ولا هذه أسوأ ولا لا. وأنت يعني الجيد فارض نفسه في السوق. نبدأ شرح وتعريف بالطاحونة على بركة الله. المعلومات اللي راح أذكرها مستقية كلها من الكتالوج أو المانيول، فكل شيء راح أذكره مكتوب هنا، ما أخذه من هنا. طاحونة أركو 2 في 1 من جوت ستوري. ليش 2 في 1؟ لأن يجي معها ماطور تقدر تحولها كهربائية، ممكن أنك تستخدمها كيدوية، تقدر تشتريها كاملة أو الطاحونة اليدوية منفردة بدون الماطور. الطاحونة تصميم أوروبي أعتقد في إيطاليا ومصنعة في الصين مثل ما هو مذكور في المانيوال يا فوكس، مثل ما هو مذكور هنا. تكون الجسم الخارجي من 3 أجزاء، دوز، القلب أو المكينة، وعصا الطحن. عصا الطحن، الغطاء حديد، العصا ستيل، المسكة بلاستيك، المكينة أو القلب ألمنيوم، طبعا المعايرة تكون في القلب. الدوز 58 مغناطيس بلاستيك. وزن الطاحونة تقريبا 800 828 جرام، إن شاء الله تكفي سنابة. مع الغطاء، بدون الغطاء يعني نسبيا ثقيلة الطاحونة. المعايرة فيها عبارة عن 240 طقة تطحن من التركي حتى الفرنش بريس. المعايرة فيها يمين ناعم، يمين ناعم، يسار خشن، وهكذا. هذه لها معنى وهذه لها معنى وبنجيها إن شاء الله. أكثر شيء الواحد يشيل همه في الطواحين الفك والتركيب والتنظيف والمعايرة. مع الطاحونة هذه للأمانة تنسى هذا تماما. طريقة المعايرة فيها أصلا ما تحتاج أنك ترجع تعاير من جديد إذا نظفت أو تتغير عليك المعايرة. كل اللي عليك معطينك زي الدبوس، تخلف الفتحة هذه، في زي الفتحة، تلف بالذراع الطاحونة الجهة اليمين كذا، خلاص انفكت الطاحونة، تطلع معك كاملة. هذا الترس مقاس 47 مشابه للكينو، ستيل معالج بالحرارة يعني حتى يكسب صلابة وعمر أطول، لونه أسود، شفراته أحد مقارنة بال 6 قصات. وهنا هذا طبعا الوانزبريسو، هنا 7 قصات في الوانزبريسو، وهذا اللي حاب يقارن. طبعا اللي لاحظ هنا أبرز وأحد من طريقة التركيب، هذا العمود وهذا الترس له 3 فتحات، أي فتحة تركب في القفل هذا، بس تأكد أنها بالطريقة هذا راكبة. الرمانة، الواشر، أتوقع هذا واشر، ممكن واشر. وبالشكل هذا خلاص تمام، الآن راكبة ما في أي مشاكل. نقفل الترس عكس
جهة يسار. خلاص الآن الطاحونة جاهزة، ما يحتاج تعاير، تكون على نفس المعايرة اللي أنت فكيت فيها الطاحونة. نقطة مهمة اللي هو لابد تتأكد أن الترس قافل بشكل صحيح، ولا ما راح تحصل على تناسق. خلاص الآن جاهزة. النقطة التالية، كيف عاير؟ عندي 240 طقة، كيف أدري أني باللفة الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة؟ سؤال منطقي، حاطي لك الأرقام هذه. الأرقام اللي تحت عدد اللفات، فأنت في لفة رقم صفر وش المناسب معها من الأرقام اللي فوق؟ نقول مثلاً 35 35 صفر، وش تناسب؟ معطينك كل لفة وكل الطحنات المناسبة في أسفل الدوز. صراحة حركة ذكية جدا 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 ودقيقة، ترى ما حطوها عبث، جربتها أنا. طيب قلنا كم؟ 35 صفر، 35 صفر، تعطينا اسبرسو من صفر يبدأ من 30 60 صفر، يعني يبدأ عندنا الاسبرسو من 30 وحتى 60 صفر. ممتاز، هذه طريقة المعايرة. نأخذ مثال ثاني على مثلا نقول الفلتر. الرقم الصغير اللي هو هذا رقم اللفات، يبدأ معي من 31 لـ 22. شوف من 31 نوصل للرقم هذا، الرقم اللي تحت يبدأ من هنا، تمام؟ الآن هو على الواحد، خلاص يبدأ معي الرينج هذا كامل حتى 22 فلتر، هذا كله فلتر. وهكذا طريقة المعايرة فيها صراحة جبارة، فأنا أمشي عليها، أمشي على الأرقام هذه والأرقام اللي موجودة هنا، صراحة مريحتني بشكل يعني غير فكة الطاحونة وتركيبها، هذا من الأشياء الجميلة جدا في الطاحونة. فمن ناحية المعايرة لا تشيل هم أبد، أي واحد حتى لو ما يفهم قهوة بعاير لك صح. طيب نجي الماطور، خنطقطق عليه شوي. الماطور 3 كيلو تقريبا، له هوبر أو لسان، منطقة تشغيل أو مفتاح تشغيل علوي، صحيح ماطور مزعج عالي، أقل من صوت السي تي بكثير طبعا، 360 RPM، أتوقع أن أعلى من النيش، النيش 320 يمكن أو 315، تيار AC. طريقة ربطها في الماطور بسيطة جدا، هنا عندك زي العلامة البيضاء تطبقها مع المجرى بالطريقة هذه، تحولت إلى كهربائية سهلة في التنقل، جميلة الشكل، ممكنك تسافر فيها، لها شنطة خاصة. موقعهم الرسمي، ودنا نطول في الماطور، بدنا نقفل مواصفات الطاحونة عشان نبدأ في الخطوة التالية. حاطي لك ربل هنا سهل عليك المسكة، الدوز يشيل حتى 50 جرام، طاحونة تطحن حتى 50 جرام. قفلنا على المواصفات إن شاء الله. أبدأ في العيوب اللي أنا أعتبرها عيوب من وجهة نظري، تمام؟ أول عيب اللي هو إذا شبكتها في الطاحونة ما تقدر تشوف الطحن وين وصل، يعني لو في منطقة شفافة هنا ممكن أنك تشوف الطحن وين وصل، لأن بعض الأحيان وهذه من ضمن العيوب بعض البن ينشب، يعني تبقى لك حبتين ثلاث تنشب، خاصة البن الكبير. المعلومية ممكن اللي عنده ماطور ونزبرسو وكيبلس يواجهون المشكلة هذه، طبعا الونزبرسو مع الماطور وحبات بن كبيرة يعني توقف عند الطحن أكثر من مرة ينشب، لازم أطقطقها على أساس ينزل. يعني وش بعد عليه الله، جودة التصنيع يعني مقبولة نوعا ما، لكن السيء هنا داخل حجرة الطحن، أتوقع أني وقفت في حجرة الطحن. طيب حجرة الطحن يا حبذا أنها كانت أفضل من كذا، يعني تحس أن مصنعينها في مخرطة صناعية ألمنيوم طبعا،
بالطريقة هذه. نشوف الونز برسو ما شاء الله يعني في فرق، في فرق. حبذا أنها كانت أفضل. طيب العيب الثاني اللي أنا أشوفه عيب، بعضهم يشوفونها ميزة، الأرقام هذه أنا قلت شيء جبار في الطاحونة، استدلال عظيم ترجع له، لكن مكانه هنا غلط. يعني الطاحونة تتخدش تحطها كذا، وخصوصا أنها ثقيلة، إذا طلعت مثلا طالع برية ولا سافرت ولا تتخدش هذه، تمام؟ يعني لو كان هنا مكانها يكون أفضل، بس يقولون جمالية الشكل وكذا، لكن أنا أشوف مكانها هنا غلط بسبب التخدش، بسبب أنه ممكن أن تمسح الأرقام. مسكة الطاحونة يعني أنا كيدي ما أشوفها مريحة، حاطين لك ربل هنا، طبعا هذا من أحد العيوب، ربل متحرك ما أدري ليش صراحة تحرك معك، لازم تعدله كل شوي، ما أشوف أنها تناسب أي يد. يعني اليد الكبيرة عندك هنا ممكن تضرب في إصبعك، وإذا نزلتها تحت ماذا تقول بعطي نفسي مساحة، ممكن تغير الطحنة مع الطحن. لكن لما نشوف الونز برسو مسكتها ما شاء الله يعني مناسبة لأي يد. هذا ذراع الطحن ونز برسو الاركو، تقريبا نفس الطول، هنا في ميول اكثر، وممكن هذا اللي يسبب ضربة الاصبع. ما ادري ليش الميول هذا صراحة، يعني يوم حطيت ال تبع الونز برسو ممتاز، ما يعني ممتاز ممتاز مرة، لكن هذا يعني مايل أكثر من اللازم انحناء. هذه ما أدري ليش، ممكن عشان تعطيك سلاسة أكثر في الطحن، ما أدري، ولكن على كل حال مثل ما شفنا يكون فيه التصاق بعض الأحيان بشكل كبير في المنطقة هذه، التصاق بسبب الكهرباء الساكنة، فتضطر أنك ترش موية. إذا ما رشيت موية يكون عندك التصاق بشكل كبير. المميزات، أول ميزة أهم ميزة عندي، طاحونة تعطي كوب إسبريسو فاخر للغاية صراحة، في سويتنس عالي ما شاء الله، مقطرة ممتازة، طريقة المعايرة فيها بكل بساطة أي واحد يقدر يعاير. طاحونة تغششك تقول لك تبي اسبريسو، خلاص حطني على الرقم واحد مثلا 32 بجيب لك اسبريسو، انتهى الموضوع. فطريقة المعايرة فيها ممتازة ممتازة ممتازة. ايضا الدوز يركب مباشرة، طحنت يركب مباشرة في البورتا فلتر، فيها سلاسة في الطحن، يعني ما تتعبك ابدا في الطحن ما شاء الله. وبنطحن إن شاء الله ونشوف. يعني سهولة التنقل والسفر مع الماطور، طريقة الطحن، وهذه أنا أشوفها ميزة، ممكن هذا السبب اللي أعطاك المسكة العريضة هذه، يعني مقارنة بال شو اسمه الكيبلس، لا الكيبلس أفضل مسكة بمراحل، لكن خسرت عندك رؤية الحجرة وصعوبة التنظيف. هنا بكل بساطة تقدر تنظف بكل بساطة، هنا يعني ممكن تبهذلك شوي. للأسف ما صورت الوزن لأني بطحن في الونز برسو الآن، فأعتذر. الوزن 18.
لعلي غطيت كل التفاصيل اللي تهمنا حنا، يعني يهمك مثلا ارتفاع طول مدري ايش، ما اعتقد انها مهمة. فلعلي غطيت التفاصيل المهمة طحونا قدامك، ذكرت عيوبها اللي انا شفتها، ممكن بعض العيوب اللي انا شفتها عند غيري مميزات، بعض المميزات اللي انا شفتها ممكن غيري عنده عيوب. فبالتالي انت اللي تحدد، انت اللي تقرر. سعرها ب 1800 تقريبا، 1700 ريال، 1800 حتى 2200 ريال مع الماطور طبعا. الحال طاحونه ممكن ب 700 ريال 800 تقريبا، حدود للسعر هذا. والله يوفق الجميع.